ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا جماعه؟ ان شاء الله ربنا يبقى في خير وسلامه. انا صلاح يا جماعه، ان شاء الله في النهارده نتعرف على كل حاجه هتعرف تقريبا عن التليفون الجديد من سامسونج، والسامسونج ال 80 او ال 80 تبع يا جماعه. التليفون ده بصراحه طفره جدا، انا بحس ان سامسونج ده خاصه زي كده. المميزه اللي بيجي بيها التليفون دوت والغريبه واللي كل الناس لحد دلوقتي يا جماعه شايفاها حاجه جميله جدا وحاجه ما شفناهاش قبل كده، هي ان الكاميرا الخلفيه نفسها الكاميرا الاماميه بسلايدر. طبعا يا جماعه الحكايه دي شفناها، طبعا يا جماعه فايده الحكايه دي بتديك شاشه كامله جدا. لكن يا جماعه قبل ما ابدا في تفاصيل الفيديو وفيديو بالكامل، فلو انت جيت في القناه تنسى تدعمني بزر سبسكرايب وتشوف الفيديو الاخر، لان الفيديو مهم جدا واقول في الاخر نقاط مهمه. فتعمل لايك وتشير في القناه وتعمل شير للفيديو عشان توري لاصحابك. وبس كده يا جماعه نبدا في الفيديو. الفيديو طبعا كده يا جماعه، التليفون هنا شاشه تقريبا شاشه كامله ما فيهاش اي بازل تقريبا، ولا حاجه زي الفايند اكس كان فيه بازل سفليه صغيره جدا، ولا الاف 11 برو من اوبو برضو. طبعا يا جماعه السنه اللي فاتت المفروض ان اوبو عملت نفس الحركه ديت، ولكن بصراحه ما شفناهاش في تليفونات تاني. يعني المفروض حاجه من سنه، المفروض لما شركه بتعمل حاجه جديده زي كده باقي الشركات كلها بتبدا ان تعمل نفس الحاجه او تقلدهم، زي النوتش مثلا لما شركه ابل عملتها كل الشركات بدات تعمل نوتش. ولكن يا جماعه هنا عدى حوالي سنه ومحدش تبنى الفكره دي غير هما شركتين بس، هي الاوبو وفيفو. طبعا يا جماعه عملت تليفون عن كل واحد فيهم، تنزل في القناه وتشوفهم. طبعا يا جماعه التليفون دوت شاشه الكاميرا الخلفيه بتاعته هي نفسها الكاميرا الاماميه. الكاميرا بتقلب يا جماعه الكاميرا الاماميه كده، فيها الكاميرا المفروض اول ما انت تفتح الكاميرا الخلفيه بتفتح معاك عادي، اول ما انت بتنقل الكاميرا الاماميه في سلايدر بيطلع ويقلب لك الكاميرا علشان تبقى الكاميرا اماميه. طبعا يا جماعه هيديك فرق في الكواليتي رهيب جدا عن اي كاميرا اماميه، وحاجه ممتازه. طبعا يا جماعه في البدايه التليفون بيدعم تركيب شريحتين صور من الجيل الرابع، وللاسف للاسف جدا ما بيدعمش تركيب كارت ميموري يا جماعه. والفريم حوالين الجهاز من المعدن مع ظهر زجاجي. وطبعا يا جماعه يعني المفروض كواليتي التصنيع كويسه، ولكن انا تصاميم سامسونج بصراحه يعني مش الحاجه اللي تبهرك، او مش اكيد مش تبقى سبب رئيسي انك انت تشتري تليفون دوت او حاجه زي كده. لا بصراحه صح كاميرات كويسه، ولكن شكل التليفون مش افضل حاجه. يعني مفيش الالوان المتباهجه اللي احنا شفناها مثلا زي البي 6 برو. وطبعا يا جماعه بالنسبه لكل الحاجات اللي بتكلم عنها في تحت الديسكريبشن تقدر تشوفها. يا جماعه التليفون هنا بيجي بشاشه سوبر اموليد بحجم 6.7 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، ودقتها طبعا يا جماعه توصل ل 2400 في 1080 بكسل بدون اي نوتش ولا اي حاجه. يا جماعه كمان يا جماعه مصورين حجم الشاشه ده 6.7 بوصه، يعني شاشه كبيره جدا. ولكن طبعا يا جماعه المساعد انك تحسش بحاجه زي كده هي زي ما احنا قلنا مفيش اي بازل خالص في التليفون دوت حرفيا. يا جماعه الشات سوبر اموليد، الشات سامسونج بالذات ما تقلقش عليها، وانا بتكلم دي حاجه كويسه جدا ان هم يحطوا شاشه زي كده، شاشه ممتازه وسطوع وتباين وكل حاجه فيها حلوه جدا. كان يا جماعه نيجي الى المعالج، بيجي معالج سناب دراجون 730 الجديد بقوه 2.2 جيجا هرتز. وكمان يا جماعه هو معالج سناب دراجون وبطاريه 8 نانومتر، وده معناه ان هو هيوفر اكتر في البطاريه، رغم ان سعه البطاريه كنت اتمنى هتبقى اكبر من كده، لكن هنتكلم عليها بعد شويه. لكن المعالج معناه 8 نانومتر معناه ان هو هيقلل اكتر في استهلاك البطاريه. كان يا جماعه بيجي معالج الرسوميات ادرينو 618، وكان يا جماعه بيجي نظام تشغيل اندرويد 5 او اندرويد 9. طبعا يا جماعه بواجهه سامسونج الون يو اي بتاع سامسونج. يعني يا جماعه بيجي هنا مساحه تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا بايت رام. بيجي هنا يا جماعه نقطه القوه في التليفون دوت، بيجي مساحه انه بيجي بكاميرا خلفيه 3 كاميرات يا جماعه، الكاميرا الاولى والرئيسيه بدقه 48 ميجا بكسل فتح عدسه f2.0، والكاميرا الثانيه يا جماعه بدقه 8 ميجا بكسل فتح عدسه f2.2، وهي الكاميرا الالترا وايد او عشان تديك زاويه عريضه جدا. والزاويه بتاعتها يا جماعه بصراحه حلوه جدا، يعني الزاويه فعلا واسعه جدا يعني ممتازه فعلا. الكاميرا الالترا وايد دي انا عندي حب ليها شديد جدا. ودي طبعا يا جماعه الكاميرا الاخيره وهي عدسه تي او اف زي الموجوده مثلا في الاونر في 20. وطبعا يا جماعه ديت بتخليك انك انت تاخد صور البوك افكت وخليك تديك مميزات تانية كتير. والكاميرا الاماميه اكيد مش ملهاش كاميرا اماميه، لان هي زي احنا قلنا الكاميرا الخلفيه بتقلب كاميرا اماميه خلال الموتور دوت يا جماعه. والمفروض انا عندي تحفظ برضو انك انت مينفعش تضيع فلوسك على تليفون فلاكشن المفروض زي دوت، ولكن يعني المفروض لو في شخص عمل اختبار السقوط اختبار تحمل للجزء دوت فبصراحه لو طلع كويس فاه اشتريه، التليفون كويس جدا. الكاميرا الاماميه يا جماعه نفسها الكاميرا الخلفيه احنا قلنا ممكن تستخدمها بالسلايدر تقلب الكاميرا،
طبعا ما تقدر تكتري بالكاميرا، وبصراحه حاجه كويسه جدا. يا جماعه في البصمه هنا موجوده في الشاشه، والبصمه احلى بكتير جدا من اللي موجوده في السامسونج الاي 50 او الاي سامسونج الاي 50. يا جماعه حلوه جدا، سريعه وكويسه وحاجه روشه برضو. يا جماعه البطاريه اللي بتجيب حجم 3700 ملي امبير، والنوع ليثيوم بوليمر، تدعم الشحن السريع 25 واط. متصورين يا جماعه 25 يعني البطاريه فعلا تبقى جباره جدا زي احنا قلنا يا جماعه، يعني معالج هيوفر لك كويس البطاريه وشحن سريع معاك، وبطاريه لحد ما فسحه كويسه. وكان يا جماعه هنا الشحن هنا بيكون مع المنفذ يو اس بي تايب سي، يعني ماشي مش مشكله يو اس بي تايب سي تمام. ما عنديش برضو معايا اي حاجه كويسه، ولكن يا جماعه حاجه تسعير الموبايل هو اللي يفرق معانا في الحاجات ديت. يعني انت ما تقدرش تختار او تقول ماشي تمام كويس مش عارف ايه، ولكن لما تعرف مواصفات موبايل او مواصفات ايه عفوا شباب، طبعا لما تعرف سعر الموبايل الرسمي بتاعه فانت المفروض انك تحدد على اساس هو الموبايل ده يستحق بالنسبه لك ولا لا. وطبعا ما حدت لسه التليفون ما تسعرش، وان احنا نتوقع ان هو التليفون ده يعدي مثلا 10,000 جنيه مصري في حاله نزوله للسوق المصري. وطبعا يا جماعه سامسونج هتنجح نجاح شديد جدا بالتليفون دوت لو سعرته 10,000 تقريبا او اقل من 10,000، فبصراحه هتبقى حاجه كويسه جدا. فلا بصراحه يا جماعه انا شايف نقطه كويسه جدا، وسامسونج كمان دلوقتي يا جماعه داخله السوق عايزه تسيطر تقريبا على كل الفئات. يعني مثلا نزلت لنا سامسونج في سعر 2000 عفوا في سعر 2000 جنيه، في سعر 3000 جنيه، وبسعر 5000 جنيه يا جماعه. ودلوقتي التليفون يعني فلاج شيب اهوت وحلو جدا وممتاز، فبصراحه حاجه حلوه جدا من سامسونج انها تعمل حاجه زي كده، فحييهم. وطبعا يا جماعه زي ما قلنا لو انت عجبك الفيديو مش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، عشان اللايك ده بيدعمنا والسبسكرايب بيدعمنا اكتر والشير بيدعمنا اكتر منهم. ف على السلامه يا جماعه، اشوفكم في فيديو جديد قناه صلاح تيك.